Speculation is rife that the Indian government might want to officially change the country's name to Bharat. The cause of the speculation? A dinner invite. An official dinner invite to G20 delegates from the country's president mentioned President of Bharat instead of President of India. Now, using India for official invites, documentation, speeches, etc., has always been the convention. So the mention of Bharat was surprising. Thank you.
برا الحزن البغض والزوارة برا برا الحزن الحزن ما بقى أمان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان هلكت عورات برا برا النجوم تفضل كت الشمس برا برا ما بقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا ما بقى السجرة سكت ولا طيور برا برا ما بقى ليلة نهار الدرما برا برا جهنم ما بقى زين وسط الحرب دم تسيل برا برا الحيطان الحيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفست الحزن ما بقى أمان برا برا نشفوا الودان هلكوا بحورات برا برا النجوم تفاطر كت الشمس برا 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 ما فاخر لسعادة برا برا ما بقى الجوز كل طيور برا برا ما بقى ليلة نهار الدرما برا برا ضيا الجنة ما بقى سير برا برا كتر زيان بقى تحرما برا برا الفسخ الحرب دم تسيل برا برا الحيطان الحيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفزت الحزن ما بقى أمان برا برا ما بقى خير السعادة ولا زهر برا برا ما بقى الجود سكتوا الطيور برا برا ما بقى ليلة نهار غير الظلمة برا برا لو بنا جنة نهار